su apoyo a la justicia y a la paz. وبالطبع هذا الأمر مفيد بالنسبة لنا ويساعدنا، ولأن إسبانيا بصفتها أيضا رئيسة الاتحاد الأوروبي لقد تحدثت بصوت عال وأن معبر رفح هو وجود رئيس حكومة في معبر رفح مهم جدا أيضا، والكلمات التي قيلت هناك مهمة. فأنا هذه الحكومة تدعم دائما السلام والعدالة، ونحن نحيي هذا الموقف، موقف رئيس الحكومة الإسبانية وموقف صديقي هنا خوسيه مانويل. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لشكر الشعب الإسباني الذي قد أثبت دعمه أو أظهر دعمه في الشارع ومطالبا بنهاية العدوان أو الاعتداء ووضع حد لقتل النساء والأطفال الأبرياء والذين قتلوا خلال الأيام الخمسين الماضية. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا أيضا للشعب الإسباني على دعمه وتضامنه، ونحن نعتمد على دعمكم اليوم وغدا وفي المستقبل أيضا. واليوم هو اليوم الأخير للهدنة التي تم التوصل إليها في غزة، وأن هذه الهدنة كانت مفيدة جدا بالنسبة إلينا. وبهذا الشكل potable para que la gente pueda también tomar agua. الخارجية الحاضرين من شمال وجنوب المتوسط تحديدا، وهنا موضوع واحد يفرض نفسه وهي الحرب على غزة، ولا بد أن نوقف هذه الحرب. أنا أحظى بدعم زميلي معالي الوزير خوسيه مانويل وجوزيب بوريل وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، معالي وزير خارجية الأردن، بمعنى أن نخرج جميعا بصوت عال قوي صداح يمكن أن يسمع في كل أنحاء العالم، لا للحرب، نعم لوقف إطلاق النار، وأنه لا بد من وقف هذه المذبحة للأبرياء الفلسطينيين من النساء والأطفال. وأشكركم شكرا جزيلا. صباح الخير، أنا من وكالة رويتر. سيد مالكي، لقد تحدثت عن الهدنة، هل لديك معلومات عما إذا كانت ستتمدد هذه الهدنة، سيتم تمديد فترة الهدنة، وأن تشرح لنا إذا كان من الممكن أن تتمدد؟ أن حسنا، الهدنة أوقفت يعني توقفت عند 15,000 قتيل، وإذا ما استمرت الحرب غدا مرة أخرى هذا يعني أن عدد القتلى سيكون الضعف، لأن التركز الديموغرافي للغزاويين هم في جنوب غزة، مليونان موجودان فقط في الجنوب، فالتركز عالي، وأي هجمة إسرائيلية ستقتل اثنان بدلا من واحد، اثنين بدلا من واحد. بالنسبة لنا يحظو بأهمية كبيرة مسألة تمديد الهدنة لأقصى مدى ممكن، ولذلك فنحن نعمل سويا جميعا، القطريون، المصريون،
الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، فلسطين، نعمل جميعا حتى نمدد هذه الهدنة يوم، يومين، ثلاثة أيام، لا نعرف. ولكن الشيء الأهم يا سادة هو أن نمدد الهدنة دائما، لأن هذا سيعني وقف حالات القتل وأن ننقذ حياة الأبرياء، وهو الأمر الأهم بالنسبة لنا. لابد أن نقوم بقصارى، بعمل أكبر جهد ممكن لتمديد الهدنة ووقف الحرب، وقف إطلاق النار. صباح الخير. بالنسبة لمعالي الوزير الخارجية الإسباني، أود أن أسألك، لقد استقبل وزير خارجية إسرائيل السفيرة الإسبانية في تل أبيب ونقل لها اعتراضا على موقف الحكومة الإسبانية، وقمتم باستدعاء السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا. ما هي الرسالة التي ستبلغونها لها؟ وهل الحكومة الإسبانية لا تشعر بغضاضة في أن حماس قامت بالتصفيق لوجود رئيس الوزراء الإسباني والبلجيكي على الحدود؟ والسيد مالكي، بما أنك طرحت فكرة أن السلطة الفلسطينية سوف تتكفل بحكم وتسيير غزة بعد أن تتوقف القصف، متى يمكن أن تقوم السلطة الفلسطينية بهذا الأمر؟ بالنسبة للسؤال الثاني، كما أنا لن أعلق على أي بيانات صدرت من منظمة إرهابية، موقفنا حول ما حدث من حماس كان واضحا، وكذلك كان منذ يوم 7 أكتوبر، قلت ذلك في القاعة من قبل. ونعم، لقد تم استدعاء سفيرة إسبانيا للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي، وحول مسألة دعوة أو استدعاء السفيرة الإسرائيلية لمقابلتي سوف نخبر عن ذلك، ولكنها مسارات وعمليات دبلوماسية، لا يمكن أن نقول ما هي الساعة أو الوقت. وفيما يخص الرسائل التي صدرت من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاه وزير الخارجية الإسبانية، هي كلمات غير مقبولة وهي زائفة، وسفيرة إسرائيل هي التي يجب أن تعطي شروحا وتفسيرات حول هذه الكلمات. ولذلك فالرسالة مزدوجة، أولا نرفض وبحدة كل هذه الكلمات الزائفة غير المقبولة، وكذلك نطلب الشروحات حول هذا الأمر، شروحات واضحة لماذا تمت هذه التصريحات، ونتمنى لا يعاود الحديث عن هذا في المستقبل. فيما يخص السؤال الثالث، حماس قامت بانقلاب ضد السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 17 عاما، ومنذ هذه اللحظة وهم يرأسون ويتكفلون بكل ما يخص أمن غزة، وتركوا لنا الجزء الإداري في غزة. ومنذ هذا الانقلاب إلى يومنا هذا فقد حاولنا أن نقوم بإبقاء رواتب 60,000 موظف عمومي موجودون جميعا في غزة، يعملون ويقدمون الخدمات لكل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولم يتوقفوا أبدا عن إعطاء أي خدمة، المدارس، التربية، الصحة، البناء التحتية، البناء، التشييد والبناء، الجزء المدني، مسألة استخراج الجوازات السفر وشهادات الميلاد وما إلى ذلك. كانت هذه مهمتنا دائما. نحن لا يجب أن نرجع لغزة لأننا لم نهجر غزة أبدا. هناك 60
ألف موظف عمومي يعملون ويقومون بتغطية الاحتياجات للمواطنين الغزاويين من أهل غزة في غزة. ولكن هذه الحرب الكارثية في غزة وهذا الدمار سوف يسبب ارتفاع في عدد أو كم الخدمات الذي يجب أن يقدم، ولا بد أن يكون لدينا القدرة على رد الفعل والاستجابة من خلال عدد أكبر من الموظفين العموميين هناك. ولكن في 17 عام المنصرمة لم نتوقف أبدا عن أداء واجبنا، لأننا هذه مسؤوليتنا، وسوف نقدم الخدمات الضرورية لأننا سلطة مسؤولة نعمل على كل أراضي الوطن الفلسطيني المحتل، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. شكرا جزيلا.